اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ديكو ستان. مش هقول لكم انا لابس كده ليه، طبعا انتوا عارفين. عايز اقول لكم حاجة، شفت المظاهرات اللي حصلت بسبب الاستاذ ده؟ حلو. والناس اللي خرجت في البلكونات برضو عشان خاطر الاستاذ ده، هو ده صح؟ ماشي تمام. حصل ايه بقى؟ الشرطة نزلت في الشارع، محدش كان بيقل أدبه على حد، ولا كان بيمد إيديهم على حد، ولا بيعملوا أي مشاكل. كانوا بينصحوا الناس: يا جدعان اللي انتوا بتعملوه ده غلط. فالناس كلها برضو مطنشة، مفيش أي مشاكل، مفيش ضابط تجاوز، مفيش حد قل أدبه، مفيش حاجة حصلت غلط، والناس لسه مصممة إن هي تعمل اللي هي عايزاه. ويقولوا لهم: يا جدعان ده غلط عشان مصلحتكم انتوا، غلط عليكم. والناس برضو ولا حياة لمن دون. تعالوا نشوف الفيديو كده ونرجع مع بعض تاني. عشان نحافظ عليكم، ممنوع التجمع، ممنوع التجمع، اللي انتوا عاملينه ده غلط عليكم باسمه. احنا نازلين عشان نقفل المحلات ونحافظ عليكم ونمنع انتشار الامراض. التجمع من مصر ده غلط، لو سمحت انصراف، لو سمحتوا انصراف، انصراف لحضرات، كده غلط. بعد ما شوفنا الفيديو، ايه رأيكم؟ ايه الشعب ده نعمل معاه ايه؟ لان ما حدش هيسمع الكلام. يعني انت مش حاسس بالغلط؟ مش حاسس بان انت بتعمل حاجة غلط؟ تنزل كده مظاهرات بالشكل ده، تنزل مظاهرات بالشكل ده، تنزل العتبة وتنزل المناطق الزحمة بالشكل دوت والشكل دوت. ده غير ان انت ممكن تنزل برضو وتركب اتوبيسات وتعمل بالشكل اللي انت شايفه ده. وده يعني، والناس يا عيني اللي اكل عيشها هيضيع لما يحصل حظر تجول. انت مش حاطط في دماغك ده، مش انت واكل وشارب، مش انت متدلع، ما يهمكش حد صح؟ ما يهمكش الناس اللي عيشها هيتقطع صح؟ طب تعالى بقى نبص كده. واحدة مصابة فيروس كورونا بتبعت رسالة للناس: تعالى نتفرج على الفيديو وبعد ما نخلص نشوف الدنيا ماشية معاكم ازاي. ازيكم؟ انا اول مرة اعمل فيديو، ما بس حسيت انه مهم قوي دلوقتي ان انا اتكلم مع الناس، علشان الناس الموجودة عندي كلها أهلي وصحابي، مش حد غريب يعني. سوري عشان أنا شكلي عامل كده. أنا في المستشفى الحجر الصحي الحمد لله. أنا يمكن لو جات لي أعراض كانت أعراض خفيفة مش أعراض قوية، بس نتيجة التحاليل بتاعتي بوستيف الحمد لله. لحد دلوقتي الفيروس موجود، لسه ما راحش يعني. مهم جماعة، الموضوع خدوه جد، الموضوع مش هزار خالص. خلي بالكم من نفسكم ومن اهلكم، بلاش زيارات، بلاش نقابل اصحابنا على ان هو عادي، عشان انا عملت كده وكانت غلطة كبيرة جدا مني. ان انا كنت بخرج وبنزل عادي، وسافرت مصر ورجعت، ما كانش صح خالص يعني. الموضوع مش بالاستهتار اللي الناس شايفاه، ومش بعيد عننا. انا كنت متخيله ان هو مش هيجيلي وان هو بعيد عني، فطلع مش بعيد، ممكن اي حد يتصاب بيه. ف ارجوكم خدوا الموضوع مش باستهتار خالص، ما تزوروش بعض يا جماعه، عشان انت ممكن تزور حد كبير في السن وانت تبقى صغير في السن، تستأذيه هو. ممكن يبقى امك او ابوك او عندك طفل صغير، وانت بتخرج وبتروح وبتيجي وبتقابل ناس، وانت تاخد المرض وتنقله لحد
يأثر فيه. ممكن احنا سننا صغير الحمد لله، ممكن مناعتنا تتحارب الفيروس ويطلع من جسمنا، بس ممكن ناس تانية لا، والفيروس يأثر عليها ويجرى لها مضاعفات مش كويسة أو يجرى له حاجة. فهي أمانة ما بيننا وما بين ربنا إن احنا نخلي بالنا من نفسنا ومن اللي حوالينا. بلاش يا جماعة موضوع إن انتوا تنزلوا تشتروا أكل بطريقة بشعة، جيبوا بس اللي يكفيكوا بس تحطوا في بيتكوا عشان تقعدوا في البيت وتاكلوا وتشربوا، بس بلاش البشاعة في التعامل مع الوضع أو الأنانية، علشان احنا في مصر في ناس غلابة، يعني في ناس غلابة ما تقدرش إمكانياتها ما تقدرش إن هي تجيب أكل لشهر وشهرين وتحطه في التلاجة وتقعد في البيت. في ناس تخرج بتجيب قوت يومها على قد النهاردة هاكل ايه. فما نخلص السلع الأساسية من السوق، وفي ناس تانية هتتأثر، حرام يعني. خلي بالكم من نفسكم يعني. الموضوع يا جماعة خطر والله خطر. اقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت. ما مش عارفة اقول ايه، بس ده الطريقة الوحيدة للوقاية ان احنا نقعد في البيت، لان الخروج دلوقتي خطر. انت ممكن تاخده في مواصلات، ممكن في شغلك، ممكن اي مكان. حافظوا جدا لو الناس اللي مضطرة تنزل تشتغل، طول ما انت برا البيت ما تلمسش وشك واغسل ايدك كل شوية، وأول ما تدخل من بيتك خاصة لو عندك أطفال أو عندك في البيت حد كبير في السن، امسح مفاتيحك. أول ما تمسك مفاتيحك وتفتح بيها الباب، امسح مفاتيحك بمعقم وكر الباب، كل حاجة كل حاجة انت لمستها أول ما دخلت من البيت عقمها واغسل ايدك أول ما تدخل من البيت. وربنا يحفظنا كلنا يا رب، ويرفع عننا البلاء والوباء يا رب. ودعواتكم بس ان انا ربنا يشفيني واخرج من هنا على خير. شكرا. يعني الصراحة بعد ما شفت الفيديو انا اتضايقت. انسانة محترمة وكويسة بتنصح الشعب انها مرت بتجربة صعبة، وانتوا زي ما انتوا محدش واخد الموضوع جد. نزلتوا مظاهرات وسمعتوا كلام الناس، كل اللي هي عايزاه منكو ان انت تدمركوا وخلاص، عايزه تدمر بلدكو وبتستعملكو فوقوا قبل ما تفوقوا على مصيبة وكارثة وما تعرفوش تلموها. الجيش بينزل زي ما انتوا شايفين في الصور ديت بيطهر، وبينزل زي الصور اللي انتوا شايفينها دي في الشوارع، وبينزل زي ما انتوا شايفين كده بمحطات المترو. الناس دي بتدفع فلوس جامدة جدا ومحدش طلب منكم أي حاجة. الفلوس دي كلها والمواد اللي بتدفع دي كلها يعني والمعدات وكل وبنزين كل ده بينزل، يعني مش طالبين منكم حاجة، بيقول لكم اقعدوا في البيت بس. والكشف في الحميات عن فيروس كورونا ببلاش والله، محدش هياخد منك فلوس، اللي يقول لك غير كده بيكذب عليك. الدولة عاملة كل حاجة مجانا بس بتقول لك اقعد في البيت اسبوعين، انت مش عايز تقعد اسبوعين وبتنزل مظاهرات، بتنزل مظاهرات ضد فيروس كورونا. هتقول له ارحل ولا مش فاهم؟ مين اللي قال لك تعمل كده وانت بتسمع كلام اي حد وخلاص؟ الله يهديكوا. انا مش عارف اقول لكم ايه، المنظر ده مش هينفع، هنموت، هتودونا في داهية، انتوا هتودوا البلد كلها في داهية. تسمعوش كلام حد، دول عايزين يودوكوا في داهية، عايزين يوصلوا الهدف، بيستعملوا ده وغيره. بلاش بلاش، مصر ربنا هيحاسبكوا عليها. متنسوش تعملوا بقى سبسكرايب وما تنزلوش من البيت، اتفرجوا عليا.